السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة محمد الحداد. النهاردة إن شاء الله معانا كبة. الكبة دي عملنا عليها فيديو قبل كده، ولكن النهاردة في معانا تعديل. طبعا أنا فكيت الكبة زي ما انتوا شايفين كده، وابتديت أفك الترس اللي بايظ. الترس اللي بايظ معانا هو دوت زي ما انتوا شايفين، متآكل من هنا. نزلت السوق وجبت الترس دوت، طلع الترس من هنا تخين عن الترس التاني. لو انتوا شايفين يا جماعة هنا التخانة بتاعت الترس اكتر، وهنا اللحمية هنا رفيعة، واللحمية هنا تخينة. طبعا انا روحت مشوار طويل عشان اشتري الترس دوت، فهو هو الترس موجود معانا، نفس التروس، هي نفس عدد التروس، ولكن هي المشكلة عندنا في اللحمية دي بس، علشان يخش في المكان بتاعه ده زي كده. هنا في مركز اهو، فاحنا هناخد الترس ده على حجر الجلخ او الصاروخ، نعمل له المركز بتاعه دوت، وناكل منه على قد ما يبقى زي ده. طبعا احنا عندنا هنا اللحمية تخينة، فعشان كده انا قررت ان انا اخد منه شوية. هو هو الترس وكل حاجة ما عدا هنا بس. فاحنا هنا ظبطناه على الجلخ زي ما انتوا شايفين كده، وهنبتدي نركب مع بعض اهو. ركب على الترس القديم عادي خالص، هنبتدي نحط له شوية شحم. هنبتدي نكبوت المسامير بتاعتنا ونقفل الكبة. طبعا في مسمارين كبار بيتحطوا هنا، المسمارين الصغيرين بيتحطوا هنا. وهنبتدي نقفل. طبعا عشان احنا بنجربها بره الشفشق بتاعها، هنبتدي ندوس على الامان بتاعها. اشتغل معانا الترس اهو. وبكده يا جماعة نكون احنا خلصنا الفيديو، والمعلومة ان شاء الله تكون وصلت. واذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.